هنكمل معاكم اللي بدأناه في الدرس اللي فات، الريفاين، التنعيم، الجلد. افتكر ان احنا في الفيديو اللي فات كنا اشتغلنا على الاوباسيتي تقريبا 20. هنكمل برضو بنفس الشكل على المناطق اللي لسه محتاجة تنعيم او محتاجة تظبيط. هنا هنلاحظ طبعا لسه المنطقة بتاعت المناخير دي لسه مش متظبطة. هنحاول معاها، وفي التفاصيل زي ما قلنا بنعمل زوم ونشتغل بفرشة صغيرة. هنا حسيت ان هي لسه مش ناعمة اوي، فقللت الاوباستي خالص لحد 8% تقريبا. رجعت تاني زودت. طبعا مفيش ارقام ثابتة، قلت كذا مرة ان مفيش ارقام ثابتة، انت بتشتغل بالشكل اللي يريحك. يعني كل الرسمة هتغير في الاوباستي والفلو بتاع الفرشة براحتك، مش هتثبت على حاجة واحدة. كمل مع منطقة الظل اللي تحت المناخير، كل تفصيلة بتضاف بتضيف جمال للرسمة، تديها الشكل الطبيعي أكتر. طبعا المنطقة دي لسه مش مظبوطة خالص، مش زي الصورة الطبيعية، فهنعمل زوم ونحاول ننسخ الشكل اللي قدامنا. نكمل التنعيم وما نزهقش، ما نزهقش خالص الحقيقة. يعني تقريبا قطعنا شوط كبير في الرسمة في حوالي تقريبا قبل من ساعتين، ورسمة زي كده في المتوسط بتحتاج مثلا من 6 ل 8 ساعات. طبعا عشان الشغل بالماوس ممكن لو التابلت اعتقد هتاخد فترة اقل، بس طبعا ده برضو بيرجع للشخص نفسه اللي بيرسم. كل ما بيتضرب اكتر اكيد الوقت بتاع الرسم بتاعه هيقل شوية. هنا بنحط
شوية إضاءة بس بسيطة كده عشان تدي للمناخير أو للنوزدريل دي الشكل الثري دي شوية. في عندنا سنة إضاءة خفيفة كده هنضيفها، وبتفرق برضو الحاجات الصغيرة دي بتفرق في شكل الرسمة، انعكاس بسيط للضوء بيدي لك الشكل ال 3D. لما نخاف طبعا لحد كبير بدأ يتحدد شكلها، باقي فيها شوية تفاصيل بسيطة، هنظبط طبعا المنطقة اللي حواليها والمناطق اللي لسه مظبطناهاش لأن شكلها لسه مش طبيعي. بنحاول معاها كده مرة واتنين وتلاتة لحد ما بتظبط. طبعا ما فيش كلام كتير يتقال عن الفيديو ده لانه تقريبا نفس التكنيك، بس تعليق بس لمجرد لو في اختصارات، في تركة صغيرة مثلا اتعملت في اي حاجة جديدة بنعلق عليها. يعني هنا هندمج المنطقة دي اللي لسه مش باينة طبيعية الحقيقة، هنستثمر فيها شوية وقت. ده طبعا بقى كله بالنظر، بعيد عن السكتش شوية. احنا في البداية طبعا بنحددها كده يعني بلون بس غامق، لكن طبعا لما بنيجي نظبط فيها هنحتاج نرفع اللون الأسود ده شوية لأن الإضاءة في الريفرنس مرفوعة شوية. وهنشوف بعد الزوم اوت ان هي هتفرق معانا في شكل الصورة. اعتقد كده بدأ شكلها يبقى افضل كتير من الاول. زوم اوت وبعدين زوم ان نشوف. بنقيم وبعيد الكلام تاني ان النظرة من بعيد مختلفة كتير عن النظرة من قريب. من السيف انا في العادي اصلا انا باجي اشتغل على اي رسمة بعمل سيف تقريبا كل دقيقة او نص دقيقتين، دايما ايدي على الكنترول والاس اختصار السيف، وكل فترة كده ولتكون نص ساعة ساعة بعمل نسخة من الملف او بنسخ الملف في مكان تاني. ياما يعني شفت قدامي حاجات كده مع ناس مصممين بيضيع البروجكت كامل اللي شغال عليه عشان نسي السيف. مش
يشتغل بالساعتين من غير ما يعمل سيف ومن غير ما ياخد باله، وفي الاخر تحصل المصيبة. هنا عندنا منطقة من الإضاءة باينة شوية، لكن كده طبعا زايدة قوي، هنحاول ندمجها مع الصورة مع الألوان اللي حواليها. مش هنعملها بنفس اللمعة اللي موجودة في الريفرنس، بس يعني بنحاول بس نظهر ان في منطقة اضاءة موجودة هنا او انعكاس اضاءة يعني. طبعا اللاير دي خدت شغل كبير وكتير جدا، لسه حاسس ان الاضاءة مش مندمجة قوي مع اللي حواليها. طب نرجع نعيد عليها مرة واتنين. برضه لسه حاسس ان لسه في خطوط واضحة. طبعا ممكن نسيبها بالشكل ده، بس طالما منعمين الصورة ككل فنحاول ان احنا نحافظ على المستوى ده في كل المناطق اللي موجودة في الصورة. طبعا الاضاءة كده اخف من الصورة العادية، لكن برضه في الاخر بتدينا الانطباع ان في منطقة انعكاس اضاءة موجود. مستمرين معاه وشكلها هتزهقنا كده تقريبا. تمام كده لحد ما معقولة. بنحاول نرجع تاني نظبط الطروف بتاعة الأنف، الحدود بتاعته. منطقة من لون أغمق شوية هنضيفه حوالين الأنف. حتى الدرجات الخفيفة دي على فكرة بتبان برضو في الناتج النهائي، حتى وإن كانت درجة خفيفة جدا يعني بالنسبة للدرجات اللي حواليها ما يفرقش بينهم كتير، بس بتفرق في الناتج النهائي بتاع الرسمة.
كده الأنف مرضي إلى حد كبير، أي حاجة بس بنلمحها كده بنحاول إن احنا نظبطها تاني، لكن إلى حد كبير كده الأنف يعتبر كويس. وطبعا لسه هنرجع نبقى نبص عليه برضو تاني في الآخر لو في حاجة محتاجة تتظبط. المناطق حاسين ان هي لسه خشنة شوية فبنعمها، قللنا الاوباستي لحد 8 وفي اوقات كمان اقل من كده، وتحاول تعيد عليها شوية فين بتفرق. عاوز تبقى تعملها على اللير تانية مفيش مشكلة، في ناس عموما في الأسلوب الرسم برضه بتحب تبين الخطوط الشوية اللي ما بين الألوان، بتعملها بشكل فني كده بيبقى ظريف جدا يعني، بس أنا عن نفسي بحب تنعيم البشرة للآخر خالص. في عندنا طبعا لسه تنيات كده موجودة في الجلد، موجودة في الجبهة ومناطق إضاءة، لسه طبعا هنظبط الكلام ده. بنحاول نعمل التانية اللي موجودة في الجلد، طبعا هي عبارة عن ايه، لو قربنا منها هتلاقي بس مجرد ان هو لون غامق شوية تحتيه او فوقيه على حسب مصدر الإضاءة، بتلاقي منطقة أفتح شوية، يعني هو بس مجرد إن هو منطقة غامقة وجنبها منطقة فاتحة، مجرد ما بتحطهم مع بعض وتدمجهم مع اللي حواليهم وتدمجهم من نفسهم في بعض هيديلك على طول الانطباع إن دي منطقة متنية في الجلد، وده اللي هنعتمد عليه برضو في إظهار التفاصيل والمسام بتاعت الجلد. ممكن نبقى نرسم في منطقة كده بعض المسام والتجاعيد اللي موجودة تحت العين والكلام ده برضو عشان تاخدوا خلفية عن طريقة رسمها. بدأت إلى حد ما تبان، طبعا نشوف الفرق دلوقتي ما بين الجلد اللي موجود في الوش وبين اللي موجود في الرقبة، حاجة لسه مش ناعمة هنلاقي الفرق كبير وواضح. لان تقريبا المنطقه فيها الوان افتح واغمق شويه،
بعد ما ظبطنا هنحاول ان احنا نعيد عليها وننسخ الشكل الموجود في الريفرنس. عندنا طبعا منطقة من الإضاءة في المنطقة اللي شغالين فيها دلوقتي لسه مضفناش الكلام ده. هنبدأ في إضافتها بالأيدروبر تول. خدنا اللون هيبقى أفتح من اللي حواليه برضه بيبقوا بس دي كده قليلة. بنحاول نرسمه بالشكل المنحني اللي هو واضح فيه في الريفرنس ونحاول ندمجه مع اللي حواليه لحد ما نوصل برضو لنفس النتيجة. واضح ان هو لسه مش مندمج مع اللي حواليه قوي فهنشتغل عليه اكتر شوية. وضعا في الصورة كذا درجة في منطقة الاضاءة نفسها فيها كذا درجة لون عشان كده شكله لسه مش باين طبيعي قوي، يعني مش مجرد لون فاتح، لا ده هو شوية ألوان جنب بعض. بس برضه مش مقنعة الحقيقة. لو قربت طبعا من الجلد في الريفرنس هتلاقيه عبارة عن شوية نقط من الإضاءة جنب بعضها. يعني مش مجرد لون كده على بعضه، لأ احنا ممكن نشتغل بنفس الطريقة دي، نحاول نظهرها بشكل طبيعي شوية. هنعمل شوية نقط جنب بعض باللون الفاتح ممكن نخليها في اما نيجي نعمل التفاصيل بعد الجلد. نشتغل على الرقبة برضو بنفس الأسلوب. وبس بتاعتنا 20 وهنشتغل ندمج الكام درجة لون اللي موجودين دلوقتي بنفس الطريقة. طبعا انا دلوقتي شغال في الضلمة برضو.
نكمل كده بدمجها، ومش دايما بنعمها قوي زي الوش، بس مفيش مشكلة بنعمها. طبعا بنبص على الريفرنس واحنا شغالين برضو، بكرر نعمها بسرعة كده على طاولة الريفاين، وبعد كده لو في تفاصيل تانية حبينا نضيفها ممكن بعد كده، بعد إضافة تفاصيل الجلد نبقى نضيف التفاصيل بتاعة الرقبة. الحين اهو الالوان بتندمج مع بعض بسهوله، مستمرين كده في تنعيم الرقبة. تقريبا يعني وصلنا لمرحلة من تنعيم الصورة كلها طبعا ما عدا الودان، هنبقى نرسمها في الآخر، هنبقى نرسمها كده بمزاج في الآخر. كده تقريبا خدنا في حدود ساعة في تنعيم البشرة حتى من غير ما نعمل تفاصيل، حتى لو خدنا أكتر من كده مفيش مشكلة. في عندنا طبعا انعكاس كده من الضوء في الطرف بتاع الرقبة، حاول بس نحدده كده من غير تفصيل. يعني طبعا طبقة الريفاين شفنا الفرق الكبير جدا، الفرق الشاسع الحقيقة ما بين الصورة قبل وبعد. هنا بحاول أعمل الإضاءة في الناحية التانية من الرقبة، صار تقريبا أنا نسيت أحدد الحتة الضلمة اللي موجودة في التيشيرت، في الياقة بتاعة التيشيرت، يبقى نعملها إن شاء الله مع رسمة التيشيرت.
كده اعتقد ان احنا خلصنا التمرين بتاع البشرة كلها، وهنكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي. حاولت اضافة، اعتقد هنحاول نضيف شوية تفاصيل وتجاعيد بقى ان شاء الله. نشوفكم في الفيديو الجاي.